السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة كده الفيديو بتاعنا مشتريات من الخضار والفاكهة بالاسعار. اقول لكم كده الاسعار عندنا ايه النهاردة، الحاجات اللي جبتها من السوق اسعارها ايه. دي كده اول حاجة جبتها الفلفل، ما شاء الله الفلفل كده كان حلو زي ما انتم شايفين. الفلفل النهاردة الكيلو ب15 جنيه، ده كيلو الا ربع فلفل ب7 جنيه ونص. في خضار الاسعار بتاعت بعض الخضار زادت وفي اسعار نزلت، مش كله. الطماطم بقى المجنونة، الطماطم كل يوم بسعر زي ما احنا عارفين، فرزت كده والطماطم سعرها رخيص. طبعا دي ست شطورة كده ان هي فرزت ولحقت الطماطم قبل ما ترفع. الطماطم الايام دي برضو ما شاء الله حلوة قوي. بصوا الطماطم يعني حمرة كده وعاملة زي التفاح وطعمها مسكر جدا. دي الطماطم البلدي. الطماطم النهاردة كانت الكيلو ونص في السوق، كيلو ونص ب10، بس دي انا جبتها ب6 جنيه، ما شاء الله كانت حلوة قوي. جبت الكيلو ب6 جنيه، فجبت شوية كده علشان اجهزهم كده صلصة وافرزهم كده يبقوا معايا رمضان ان شاء الله. كل فترة كده لما بجيب حاجة السوق ببقى اجيب ايه كيس او كيسين كده اعملهم وعينهم بينفعوا. فلما لقيتها بقى بدأت كده الاسعار بتاعتها ترفع تاني، فجبت شوية دول كده، دول 4 اكياس، كل كيس من دول ما شاء الله 5 كيلو. فقلت بقى ايه يعني اجيب كمية كده ايه شوية على بعضهم كده والحق كده افرزها قبل ما سعرها يعلى تاني. بصراحة لقيتها ما شاء الله حلوة كده زي ما انتوا شايفين، الطماطم حمرة كده وما شاء الله كبيرة وحلوة، فقلت فرصة بقى قبل ما اسعارها تعلى. فانتي لو لسه بقى ما فرزتيش طماطم الحقي كده وهاتي شوية فرزيهم قبل ما الاسعار ترجع ترفع تاني. فانا النهاردة جايباها كانت ب6 جنيه الكيلو. البطاطس ما شاء الله، دي بطاطس اللي هي بتاعت التحمير، بطاطس حلوة قوي. طبعا في كذا سعر البطاطس، بس دي انا جايباها كده ب12 جنيه الكيلو، كان في ب10 بس مش زي دي، وكان في الكيلو ونص بس اللي هي صغيرة خالص، دي كده كانت ب12، ما شاء الله حلوة قوي. الجوافة ما شاء الله جميلة برضو، كان في كذا سعر الجوافة. الجوافة دي كانت ب20 جنيه الكيلو، دول كيلو ونص ب30 جنيه، ما شاء الله بس يعني طعمها حلو قوي مسكرة ما شاء الله. الجوافة كده زي ما انتوا شايفين ما فيش فيها واحدة وحشة، دي كانت ب20 جنيه الكيلو. كان في برضو ناس بتبيع ب15 بس ما كانتش حلوة زي دي، فدي كده ب20 جنيه، ما شاء الله برضو جميلة. الكوسة والليمون، الليمون برضو اللي سعره عالي شوية، كيلو الليمون بقى ب20 جنيه، وصل ل20 جنيه. الكيس ده نص كيلو ب10 جنيه. والكوسة برضو بعد ما كانت سعرها نزل شوية رجعت برضو رفعت تاني. الكوسة دي انا جايباها كده ببقى اعملها كده في صينية كده يعني مع الخضار بصلصة يعني، مش فجايباها كبيرة شوية مش صغيرة. فده الكيلو كان ب10 جنيه من الكوسة دي، كانت الصغيرة بقى بتاعتها كانت ب15 جنيه الكيلو، فدي كده كانت ب10، دي جبتها ب10 جنيه الكيلو. الاستوفاندي بقى والبرتقال، الاستوفاندي ده استوفاندي بلدي ما شاء الله، الاستوفاندي كان حلو كده. الاستوفاندي والبرتقال عامة سعره بتروح من 10 جنيه ل12 جنيه، يعني في ناس بتبيع ب10 في ناس بتبيع ب12. الاستوفاندي جايباه ب10 والبرتقال زيه برضو ب10، الكيلو ب10 استوفاندي والبرتقال برضو الكيلو ب10. الموز سعر الموز برضو في ناس بتبيع ب12 وفي ناس بتبيع ب15، ده انا جايباه ب12 الكيلو، ب12 ده كده كيلو ونص كانوا ب18 جنيه. البرتقال ما شاء الله حلو، برتقانه كده ايه مياش كبيره قوي مش ضخمه ومش صغيره قوي، الحجم ده بيبقى حلو قوي. البرتقانه كده تبقى متوسطه كده، وزي ما انتم شايفين برتقانه ناعمه كده وحلوه، ف الحجم ده ما شاء الله حلو. دول كانوا 3 كيلو برتقال، وكان الكيلو ب10 جنيه، يعني دول كان الكيس ده كده ب30 جنيه. البرتقال طبعا والاستوفان دول اساسي طبعا،
للشتاء وكده، فده طبيعي لازم يجي كده كل اسبوع بروتين وستفان، دي يعني ابسط حاجة ممكن الواحد يجيبها. يعني دي شوية بقى حاجات كده من البقوليات، ذرة فشار 1/2 كيلو ذرة فشار، وده كيس نشا كنت عايزة نشا، فانا بجيبه كده بالوزن من عند العطار. ده كده كان كيس ربع كيلو، كان ربع كيلو تقريبا ب9 جنيه من نشا، وده لبن بودر ربع كيلو ب40 جنيه. اللبن بودر ربع كيلو جايباه ب40، ما شاء الله برضو سعر اللبن البودر ارتفع، هو بقاله فترة كده يعني هو سعر اللبن البودر كده اصلا. يعني كاكاو خام ده برضو ربع، كان ب22 جنيه، ده ربع كاكاو خام. وطبعا اساسي كده الفول، الفول بعمله علشان كده بعمله للفطار وللعشاء، احسن طبعا ما نشتري من بره كتير، يعني كل حاجة في البيت بنعملها كده بتبقى احسن وانضف طبعا. فالفول كان الكيلو ب42 جنيه. ده بصل بودر وتوم بودر، جبت كيسين كده بصل بودر وتوم بودر، الكيس من ده كان تقريبا ب5 جنيه، كان في حاجة ب4.5 وكان في حاجة تقريبا ب5. انا ما بحبش اكتر قوي في البهارات، بحب اجيب كده كميات صغيره مش كبيره قوي علشان ما تتركنش عندي كتير، ما بحبش اركن البهارات عندي كتير، فبجيب الاكياس دي، الكيس اللي هو ب5 جنيه ده لما بيخلص بجيب غيره، ما شاء الله يعني بيقعد معايا مده، يعني ممكن يقعد معايا شهر كمان يعني، فالكميه دي كانت بصراحه مناسبه. دي المشتريات اللي انا جبتها النهاردة، ودي الاسعار. انا كان عندي في التلاجة بعض حاجات، فانا بجيب طبعا الحاجات اللي ناقصة بس، يعني انا ما اشتريتش خيار لان الخيار كان موجود عندي، فطبعا انتوا عارفين الخيار ما بيستحملش يقعد، فما رضيتش اجيب بقى جديدة لما اخلص القديم. بس الخيار في السوق كان ب15 جنيه كيلو، كيلو الخيار الحلو كان ب15 جنيه. وبرضو البتنجان برضو كان عندي بتنجان، فبرضو ما اشتريتش، بس كان الكيلو البتنجان اللي هو مش عارفة بيقولوا عليه ايه، اللي هو المكبب ده، ده كان ب5 جنيه كيلو، والكيلو ربع بس انا كان عندي، فما اشتريتش الاسبوع ده. والتاني اللي هو بتاع المحشي كان الكيلو ونص تقريبا ب10. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، متنسوش طبعا تحطوا اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش في قناتي لحد دلوقتي، ويا رب الفيديو بتاعي تكونوا استفدتوا منه بأي حاجة، وعرفوني كده الأسعار عندنا كويسة ولا عندكم نفس الأسعار ولا ايه. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي باي.